ممكن ندوزو لحركة أخرى في نفس السياق، هي رد الفعل كيختلف. هادي فوالا زاد خلينا ندير لو جو ديالي أنا ما علينا بيا كنهضر بها. فإذا أن دو تروا كات سانك سيس كنرجع بحالتي سات نعاودها أن دونك غنديرها بشوية كنديكاجي هادي وكنجبد هادي هادي باش تبقى قابطة هنا باش كنمشيلو لهادي نيشان دو تروا هادي كنخليها هنا ديما تروا كنجي لهنا كات سانك سيس ديك الساعة كلو قدامي اللي بغيت صافا اللي بغيت نديروها بالزربة بام 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 سير اه كان تالي هنا باش ما يرجعليش يضرب لي هنا هنا دو تروا كات كنهبط هادي كيعطيني وجو سانك سيس هنا هاك نهبطو هنايا نقدر غير هنا بغيت سينا كنجمعو كنتبعو هنا كل ديالي اللي بغيت اوكي حاول نديرو شويه بالزربه 1 2 3 4 5 6 7 كل ديال اوكي نوت ندوزو دونك ممكن يجي بغي يقبط ليدي قبيط ديال ليدي فوالا دونك هادي هي الحركه اللي تنكونو في بعض الاحيان الله يسمح لي اجي هنا في بعض الاحيان تنكونو كنشوفو حركات خفاف ظراف يجي نوقف هنا نوقف هنا ونجي هنا كاين شي حركات اللي تيكونوا خفاف نطبقوهم بلا ما نطولوا فوالا دونك اول حاجه هنا هنا هكذا اه دو تروا الى بغيت كات سانك ها هو عندي اللي بغيت اه دو تروا كات سانك هنا جوج الحاجات اما العنق الشدر ديالو كنتبعو اللي بغيت بص يكون عندنا شويه ديال الخف ديال الضربات كيمشيو سوكسيسيف ممكن ممكن بالزربه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كلشي كيتلف بالزربه دونك ندوزو لحركات اخرين اللي هما شويه صعاب هو الحاله ديال السكين الحاله ديال السكين اللي شويه خصنا نميليه لا مثلا كيوقف لك حتى تيجبدها ويحطها لك هنا جبد اش عندك شنو هو الحل الوحيد انا خصني نثبت راسي بان ديما انا خايف فعلا باش نعطيه قوه ليه هو يزيد يتقوى شويه حتى يشوفني انا دهشان وانا خايف مي لا بينت القوه ديالي شكل اخر دونك ما غاديش نحاول نهرب لهذا الجهد ديما وقفني الحل واحد قدامي تيقول لك جبد اللي عندك كاين جبد ما عندك باش ندير 1 2 3 هنا تنقبطو هادي هنا شوفي هادي الله كندير لها هنا تنجرها هنا 2 3 كما قلنا هما يعني الهجوم تبقى هو هو بيد بيد اليمنيه ولا بيد اليسريه لكن الدفاع اللي كيختلف نشوفوا حالة أخرى إن شاء الله بإذن الله دونك مثلا نفس الحركة غادي يضرب لي من اليد ديالو فوالا هنا كندير لهني ها كنجر لهنايا كنمشي للوجه ديالو إذن هو كلا كنعاود نهبط أنا هادي كان هنا دو كنجي لهنايا كنعاود نطلع هنا جربيت هيك شوية إن شاء الله واحد جوج رد الفعل يكون خفيف واحد جوج فوالا اذا نمشي له انا لهنا نيشان قبطني ليديك قلت غادي نحيد يديك غادي نمشي لهنا فوالا قبط هادي كنرد على هادشي هنا
كندخل هنا كيهبط كنجرو لهنايا كنعاود نطلع لهاد الليل. حاول نديرو دابا وبالزربه شويه ان شاء الله. بام 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 نمشيو للقبيط ديال هنا تيجي وتيقبضك. فوالا فوالا تيقبضك. اول حاجه هي هادي هنا كتجرو لعندك كتطلع الوقت اللي كيمشي لهيه كتلوحو لهنا ها كتجرو هنا ديك الضربه هنا مزيان كتكالي بهادي كتجر هنا الى هبط هبط ما هبطش كتجمعو كتبعو كل ديالك ديك الساعه. مثلا تيقبضك هنا وتيقام طبيك دونك هنا الحل الواحد هي خصك تقبضو هنا. اش غادي يدير غادي نبعد ويجي من عند عندهم يمشي يضربني بالراس ديالو ولا شي حاجه نو كنبعد ويجي كنبعد شويه هنا ربما يبغي يطلع برجل ولا شي حاجه تبقى الحل واحد قدامه هي هذه غادي يبغي يضرب بها. سير 1 2 3 كيهبط شوف كيقبضو